شيخ سيد، أرجع معك سريعا، ما هو واجب الأمة الإسلامية تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله تعالى. أنا كنت من شوية لسه يعني التعظيم، وأستاذنا إمامنا قال كلمة جميلة أوي. قال لك إيه؟ قال لك إن هم جهلوا قدر 60 آمنة، يعني جهلوا قدر إيه؟ جهلوا فأساءوا. ها؟ نعم. والمفروض إنه ما يأذيش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في والد إيه؟ وابوه وامه مسلمين بنص القران، بنص القران في دعوه سيدنا ابراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ومن ذريتنا، مش ابوهم من الذريه؟ مش ابوهم من ذريه ابراهيم؟ ها، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. فابوهم مسلمين بنص القران بدعوه سيدنا ابراهيم عليه السلام. يجي النهارده واحد يسيل ادب مع امه ويقول لك بالكفار، يقول امه كده؟ وسيدنا النبي اللي جه رحمة العالمين ويوم القيامة يقول: وعزتك وجلالك لن أرضى واحد من أمتي في النار، واحد من أمتي في النار، أخرجه من النار كل من يقول لا إله إلا الله. بقى كل الناس تخش الجنة إلا بأمه. ها، كلام في إساءة الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قبلنا من الكلام ده، وأساءوا الأدب مع سيدنا النبي في حاجة كتير جدا. قالوا إن سيدنا النبي ميت، وجهلوا إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، مش كده ولا ايه؟ جهلوا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرد السلام، ده الميت العادي بيرد السلام بامر من سيدنا النبي. لما تروح المقابر قولوا السلام عليكم بكاف الخطاب، فهيامرنا سيدنا النبي هنسلم على ميت لا يسمع ولا يرد، يبقى لابد ان هناخد بالنا ان هو بيسمع ويرد، مش كده ولا ايه؟ فبالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللي قال لك: من رآني في المنام فقد رآني حقا، يبقى شايف ولا مشبوش، فإن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتكونني، خد بالك من الكلام ده كله. فكان الشيطان نفسه أسلم، شيطان سيدنا النبي أسلم، شيطان سيدنا النبي أسلم، أعانني الله عليه فأسلم. شوف الحديث ده، شيطان سيدنا النبي ولا تمثل به. نيجي النهارده نقول كلام عن سيدنا رسول الله، كان الشيطان اسلم. ما تسلموا لله بقى وتقولوا كلمه حق في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى عندكم كلام. سيدنا النبي لا ينتقد هدوء بالنوم. النهارده لو نمت والواحد خاط في نومه شويه كده لابد انه يتوضا، لان قال ايه بقى؟ تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي، ارى من امامي كما ارى من خلفي كما ارى من امامي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده حاجه تانية. سيدنا رسول الله، فعظموا رسول الله، عظموا باحتفالي بذكرى سيرتي، بان احنا نعلم الناس السيره النهارده بتاع سيدنا رسول الله، بدل ما هم لا يعرفوا شيء عن سيدنا رسول الله، لا يعرفوا شيء عن حياتي ولا عن غزواتي ولا عن سيرتي، عن رحمتي ولا عن جوده ولا عن شجاعتي. ها، بس النهارده تلاقي كل واحد يتكلم في سيدنا كده، حق في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كانت الملائكه ترى، الملائكه يشوف. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا جعفر في واقف على المنبر، قال ايه؟ الصلاه والسلام. سيدنا جعفر المات القتل شهيد، قال رايت جعفرا، رايت جعفرا ومعه جبريل وميكائيل. ده بعد موت سيدنا جعفر، رايت جعفرا، يقول لك الميت ما بيسمعك، رايت جعفرا مع جبريل وميكائيل، يقول لك ايه بقى؟ فسلم علي، ابدله الله ايه؟ جناحين في الجنه، في الجنب دي دول، ولذلك سمي في الجنه الطيار. سيدنا النبي يقول كده عن سيدنا ايه؟ عن سيدنا جعفر. ناخد بالنا من الكلام دوت، واحنا يبقى وبعدين خد بالك لما اقول لك الشهداء احياؤنا عند ربهم يرزقون، الشهداء احياء، فما بالك بالنبيين والانبياء؟